أثناء الحرب الأهلية في لبنان عثر في أحد المحافل الماسونية على هذه الوثيقة التي تكشف شفرة الاتصال بين الأعضاء وكلمات السر المرتبطة بكل درجة على حدة. معظم هذه الكلمات كلمات عبرية. هذا لغط ثاني موجود عند خاصة بالشرق الأوسط. أول شيء إنها منظمة سرية وهي مناش، هي جمعية أخوية مثل ما قلنا. الشغلة الثانية إنه الماسونيين بيساعدوا الماسونيين. هذا ليس صحيحا. الماسوني ينظر إلى الإنسان الآخر بغض النظر عن انتمائه الطائفي العرقي أو الثقافي أو مركزه الاجتماعي أو مشاكل ذلك، يراه إنسانا، يراه فردا في المجتمع، وهو ناذر حياته ليقدر يحسن هالمجتمع. لكنني أقول رغم ذلك أن ذلك النوع المنظم من الماسونية الذي يرتكز على الخصوصية تحول حسب التجربة الإيطالية إلى الارتكاز على السرية في بعض المرات. إذن يمكن أن تكون هناك ماسونية تعمل تحت ضوء الشمس وتتحلى بالشفافية ثم تنحرف في الواقع بعد ذلك ما حدث في إيطاليا، ولدي إحساس بأن الانحراف ما يزال مستمرا حتى الآن لاستغلال السرية أو لنقل الخصوصية كما تلقب الماسونية نفسها، وبالتالي يمكنها أن تنظم سريا عمليات للاستيلاء على مراكز خطيرة في الدولة من خلال قادة مهمين يتفقون فيما بينهم كما حدث في المحفل الماسوني في دول، ويهربون بذلك من الرقابة الديمقراطية لدولهم، لأن ديمقراطيتنا لديها مؤسساتها، برلمانها، وكذلك حكومتها، فالحكومة تجيب البرلمان. لكنك إذا لجأت لتنظيم سري ولديك الوزير الخاص بك وتدفعه لاتخاذ قرارات سرية، كل ذلك إفلات من الرقابة البرلمانية ويعتبر عملا مخلا بالديمقراطية في الدولة. Secret societies, leaders like Sir Isaac Newton, Da Vinci himself, the fleur-de-lis is their crest, the guardians of the secret they supposedly refer to as the dark god of man. But what secret? The Priory of Sion protects the source of God's power on earth. We'll be right back.
هذا مقطع من قصيدة أرسلها الشاعر إبراهيم اليازجي وهو ماسوني لشاهين مكاريوس الأديب الماسوني أيضا في والإثنان من لبنان في أواخر القرن الماضي. يقول فيها اليازجي: الخير كل الخير في هدم الجوامع والكنائس، والشر كل الشر ما بين العمائم والقلانس. ما هم رجال الله فيكم، بل هم القوم الأبالس، يمشون بين ظهوركم تحت القلانس والطيالس. هذا كلام طبعا فيه هجوم مباشر على رجال الدين المسيحي والإكليروس وعلى كذلك العلماء المسلمين والمشايخ، وهذا كلام لم يسبقهم إليه أحد في هذا الوقاحة وهذه الصراحة في مهاجمة الدين. To go to where the real architecture of government is, and it's not in a president, it's in a global scheme to make the 99% work for the 1%, and the 99% are going along with it because they're tempting you with everything you want. When they colonize a part of the world, they do not leave, they do not decolonize until and unless they have put in place institutions which will ensure
that that society will continue to be ruled by them, by proxy. And in the process, they seek to transform the rest of mankind into carbon copies of themselves. This never happened before in history. If I do not seek to understand what's happening here, then I have got peanuts in my head. When will I wake up?